للسلام والأمن والاستقرار، وانتهجنا طريق البناء والتنمية، واجهنا فيها من المصاعب الكثير، ولكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا. شعب مصر الكريم، الأخوة والأخوات، مجددا عهدي معكم وصادقا في وعدي لكم بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء، عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، موفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم، متسلحين في ذلك بالاستعانة بالله والإيمان بقدرة أبنائه في تحقيق أحلام هذا الوطن التي لم تسقط ولن تسقط بالتقادم، بل وتحققت بالعمل والإصرار. ومن هنا أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات. لنقف اليوم مطمئنين، محتفين بالكثير مما تم تحقيقه وبما سيتم إنجازه، لنثبت للعالم مرات ومرات قدرتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل. مرة تانية بوجه لكم التحية والشكر والتقدير، وكل عام وانتم طيبين، وكل عام وانتم طيبين، وبلدنا بخير وسلام. وانا عايز اقول لكم على حاجة اختم بها كلامي، اسمحوا لي يعني من فضلكم، اسمحوا لي لو سمحتم، عايز اقول لكم ان حاولوا قوي في الشهور اللي فاتت ان هم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، لكن عايز اقول لكم ان النهارده اللي انتوا شفتوه ده هو رد طبيعي، رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا على ان احنا نتحرك للامام. مفيش مشكلة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بيكم مفيش مشكلة، بيكم بالله سبحانه وتعالى طبعا وبيكم مفيش مشكلة. اسمحوا لي ان انا في النهاية اوجه لكم جميعا الشكر والتحية والتقدير، واتمنى لكم التوفيق، واسمحوا لي ان احنا نردد معا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.